جينا مدينة الدار البيضاء بحسن واحد النتيجة إيجابية الحمد لله. تحتات لينا تعادل في مدينة الدار البيضاء ماشي سهل سيرتو مع فريق كبير اللي هو فريق الرجاء البيضاوي. حنايا ملي رجعنا من وراء التوقف اللي كنا متوقفين الحمد لله حققنا نتائج إيجابية، كاين جوج رباحات وجوج تعادلات. نتمنوا اننا نمشيو في هذه المسيره ان شاء الله ونحققوا هذا الموسم هذا شي مركز جيد في البطوله ان شاء الله. كيفاش حضرتوا هذه المباراه؟ واش كان شي تركيز خاص ولا مقابله عاديه؟ لا مقابله حضرنا لها كيفما جميع المقابلات، هي تيكون عندك واحد التركيز اللي تيكون شويه زايد بحكم انك لاعب الفريق كبير، ماشي اللي تيكون الفرق اللي تيدير في هذا الماتش. اولا كنهني التريري ديال بعد على النقطه اللي جابوا ثمينه من يعني من ستاد دونور مع فريق كبير وعتيد وعالمي فريق الرجاء، فبالنسبه لي انا كنعتبرها ايجابيه لانه في ظل الظروف اللي عايشينها دابا فالحمد لله نتيجه نقطه فحنا مسرورين بها. بيسير عندهم 5000 درهم. كما شتيف المباراه ما كانت سهله، ففريق الرجاء البيضاوي اللي كيعرف الجميع فريق كبير، فكنا عازمين باش نحققوا نتيجه ايجابيه على الاقل نقطه، فالحمد لله سبقنا الهدف الاول، كنا غادي ننتصروا كما شتيف فريق الرجاء في اي وقت يقدر يباغتك، فالحمد لله حتى نقطه بالنسبه لنا مزيان. ديروا لايك وبارطاجيو الفيديو وما تنساوش ابوناو فلاشين وضغطوا على الجرس باش توصلوا بكل جديد ديال ام اف ام سبور.